دلوقتي ما تعالوا نتابع مع بعض اهم الاخبار اللي هتحصل النهارده في سياق هذا التقرير. أخبار كتير هتحصل النهاردة، من بينها أن وفقا لما أعلن عنه الجامع الأزهر الشريف هيتم تنظيم احتفالية كبرى في ذكرى ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم تحت عنوان قبسات من حياة النبي في ذكرى مولده. تأتي الاحتفالية في إطار تجديد العهد مع قيم النبي صلى الله عليه وسلم النبيلة وتعزيز تعليم المحبة والسلام التي جاء بها، والتي يسعى الأزهر الشريف دائما لنشرها وتعزيزها في المجتمع من خلال القيام بدوره في نشر الوسطية والاعتدال وتناول أهمية الاقتداء بسيرته العطرة في حياتنا اليومية وتحقيق مبادئ روح الأخوة والتسامح والرحمة والمحبة بين أفراد المجتمع. النهاردة يستضيف بيت الغناء العربي بمقره في قصر الأمير طاز بشارع المعز في 8 مساء حلقة جديدة من أمسيات صالون مقامات للموسيقى والغناء تحت عنوان المسرح الغنائي تراث مصر العريق. بيستعرض الصالون مجموعة من أهم الأعمال المسرحية الغنائية التي تمثل نقلات حقيقية في مسيرة المسرح الغنائي من خلال حديث ضيف الصالون الدكتور محمد عبد القادر أستاذ الغناء الغربي بكلية التربية الموسيقية. وبيتخلل الصالون فقرة فنية تشارك فيها الفنانة ليديا لوتشانا والفنان عبد العزيز سليمان، وبيقدموا بمصاحبة الفرقة الموسيقية مقتطفات من أشهر أعمال المسرح الغنائي لموسيقار الشعب سيد درويش ومنها أوبريت الباروكا. لعشاق الكرة الأوروبية موعدهم النهاردة مع 9 مباريات قوية في إطار الجولة الأولى من الدور التمهيدي الثاني من الدوري الأوروبي، من أهمها مباراة روما الإيطالي مع أتلتيك بلباو الأسباني في تمام الساعة 10 ليلاً. في نفس الوقت مباراة فيكتوريا بلزن التشيكي مع إنتراخت فرانكفورت الألماني.